برنامج بيحكي كل شيء عن كل شيء، وضيوفنا لليلة مصطفى علوش، ريما فقيه، نانا فيصل، توني حسواني ومات لوهان، مروى خليل، لارا رين وتانيا عاصي، جاد حبيب وميرنا شاكر، ميغيل وتياريتا جيرمانوس، جوزيف الشمالي، أمين ديب، وصديقنا لليلة شادي مارون. أهلا وسهلا فيك. مرسي. نحن بالأكتر عن جد سقنالك. والله نحن بالأكتر، وصرنا زمان ما شفناك، وبعتقد كمان جمهور اشتاق يشوفك معنا بحديث البلد. بدنا زقفة كتير كتير كبيرة شادي. عم بتحضروا أعمال وقصص وهيك، أول شيء كيف الأولاد؟ والله بجننوا، يعني اجوا على عيد الميلاد سنة الماضية بيتاكلوا اثنيناتهم، وكل مرة بعض الناس بتحكي فيهم لهلا. كل مرة كارل بيعرفني جاي على ام تي في بيقول لي انا مش معك. حياتي هيدي صارت خلص سنة جاي على عيد الميلاد. بدنا اياهم معنا، بجننوا، الله يحميهم. ميرسي، الله يحفظك. شو نشاطاتنا؟ والله هلا عندنا شادي وجابي كوميدي شو، بروجرام على الجديد، بروجرام كوميدي سكتشات، عم نحضر شيء لرمضان الله راد، بس بعد يعني ما مضينا. يعني اثنيناتكم مهضومين شادي وجابي، بس ما بس عم بلخبطوا بيناتكم. هذيك المرة شافني واحد عم بتمشى قدام البيت، قال لي صوري هو، قال لي مو الأستاذ شادي وجابي؟ والله بنحبكم كثير. أنا مثل بنتي بتحبها كثير للفنانة شكران مرتجى، بقى وقت عم تحضر الحلقة قالت لي هيدي سكرتيرة جميل وهناء. ربطتهم ببعضهم. يعني بقى أنتوا مش شادي وجابي. اليوم عم بشتري فواكه، صاحب المحل عطيني سلة توت، قال لي هيدي لإلك وهيدي لجابي. بس ما اعطيته لجابي، اخذتها. ايه لا خلص، بس هلا بده يسمعنا على الهواء. انت جرب انه الخميس ما يكون عم بيحضر. إيه. حتى ما يقول لك وين التوت. عفيكي، ما بينام على الضيم. وساعتها بلكي بتسمع لك شي كلمتين توت، يعني إيه. ما بيعود فينا نقولهم على الهواء. بنبعث له تحيه كبيره لجابي كمان. انا عارفه انك بهيدي الحلقه ناطر حتى تاخذ طارك. ايه تمرنت، تمرنت كل هالفترة، صار لك سنة كاملة، سنة ونص، وناوي عليه، عملت كل الفنون الإيطالية. طيب لكينا المرة الماضية زلني بصراحة، حملني وبرم فيي، هالمرة ناوي عليه. يعني اليوم زبطت مزبوط إنك تكون معنا، كيف يعني ساقبت زبطت حفر وتنزيل. أوكي يلا، لكن جاهز. حضر حالي حتى نحضره كمان. ما في اصول. صح صح، عرفت يعني اذا بدك تعمل مبارزه بدك تعمل العنصر المفاجاه بهيك حالات كثير مهم. حسب انت كيف بدك تاخذها، دبليو دبليو اي ولا بدك تاخذها بوكسينج ولا كيف بدك تاخذها؟ ما بعرف. اذا دبليو دبليو اي فينا نخليها مفاجاه ما نحكي. ايه اوكي، طيب خليها مفاجاه. وهلا حديث البلد مع مصطفى علوش. دكتور علوش، اهلا وسهلا فيك بحديث البلد. ما بعرف اذا فهمت عن شو عم نحكي. انا بالحقيقه عامل احتياطاتي، صار لي هلا من اخر مره. نعم. عم اتمرن اكثر واكثر. كمان طبعا اكيد. فلهيك بده يطمن باله انه شو ما عمل، شو كل الاحتياطات اللي اخذها. بتعرفي انا ما بحب اقص عليه، بتعرفي ليه؟ نعم. 14 اذار. قلبك معه. ما له قلب، ما له قلب. مصطفى علوش، انت قيادي بتيار المستقبل وقوة 14 اذار ونائب سابق، وتعتبر من بتفضل نائب سابق ولا نائب ممدد له؟ لا نائب سابق طبيعي، لانه نائب ممدد له
يعني عمليا حسب الدستور فائد الشرعيه. نعم. اما النائب السابق، نائب سابق كان نائب بوقته طبعا، بتضل افضل. لكن نائب سابق وتعتبر من صقور التيار، لانك بتعبر عن رايك مهما كان صريح وقاسي، وبهالسياق انت مثلا من المعترضين على استمرار الحوار بين المستقبل وحزب الله، وبتقول ما في شيء بينحكى بقى. ما بتخاف انه اقفال باب الحوار يفتح باب الفتنه؟ لحالك شغلي، في فرق. انت ليش عم تدعي الحوار هذا هلا بعد 11 جوله؟ كريش شربيت ديبيب عم تري، انا جاي تدعي الحوار. عمليا انا بعتبر انه اي شيء بيكون في امال كاذبه بيسيء اكثر من الواقع. ما في شك انه انا بالاساس ما اعترضت على مبدا الحوار او البدء بحوار، لكن من الأساس كمان قلت أنه بدها تكون الآمال يعني متواضعة إلى أقصى ما يمكن، مش لرغبتنا كتيار مستقبل أو كخبة 14 دار، لأنه منعرف شو حدود القدرة على المناورة للطرف الآخر. نعم. فلهيك قلت خلينا نسميها لجنة ارتباط، لكن لجنة ارتباط بتردنا لأيام الحرب. نحن اللي عشنا فترة الحرب. نعم. كان في لجان ارتباط بين القوى المتحاربة. صح. بهذيك الوقت لتسهل بعض الأمور. حقيقة من المعطيات اللي كانت اللي موجودة والناس بتعرفها وأثبتت الوقت، يعني بعد الحوار اللي صار له عدة أشهر ماشي، أنه لا يمكن حل الأمور بالحوار مع حزب الله بأي شكل. شو الحل الآخر؟ يعني شو الخيار الآخر؟ ما في خيار. طبعا الخيار الآخر إذا بدك تطلعي بمعطيات بصراحتي المعهودة، لا يمكن الحوار مع حزب الله قبل هزيمة مشروع الإقليمي. ما في طريقة. هذه ما تحلم فيها دكتور علوش. الحوار باقٍ باقٍ باقٍ، شاء من شاء وأبى من أبى. جيب لك كل 8 أثار الليلة، يعني الأستاذ نبيه بري، الأستاذ محمد رعد، الحاج محمد رعد، يعني كلهم اليوم جايين عم بناقشوك بحديث. يعني بس هو أكثر هضامة منهم كلهم سوا، أنا أكيد. هلا دكتور علوش، بتعرف انه عندنا توت مشاغب بالبرنامج بيقول مزبوط انكم اتهمتوا حزب الله بالزلزال اللي ضرب النيبال مؤخرا؟ بتعرف يمكن الله غضب على انه حدا استعمل اسمه ليعمل حزب سياسي فعمل هالشغله هيدي. دكتور علوش، نهار الأربعاء الماضي حكمت المحكمة العسكرية على الوزير والنائب السابق ميشيل سماحة بأربع سنين وأربعة أشهر حبس، وبالتالي بيكون قضى مدة 4 سنين وبقي له 4 أشهر بس كموقوف. وشفنا ردود أفعال معارضة كثير من تيار المستقبل، أنت شخصياً شو رأيك بهالحكم؟ دكتور مصطفى، أنا فكرتهم فرقيع فاير ووركس، أنا ما مش عارفهم المتفجرات. يعني بتعرف المؤسف، أنا من خلفية الإعلام ما بفهم أنا بالفرقيع وبالمتفجرات. يعني المخيف بالأمر كلياته سوا أنه بالاعترافات الواضحة اللي قال ميشيل سماحة، يعني بس الاعترافات هيدي فيها حكم إعدام قد يخفف إلى المؤبد. أنا ما بقى يهمني ميشيل سماحة قعد بقلب السجن أو خرج، لأنه عملياً توفى سياسيا، ما بقى في له وجود. نعم. أما الرسالة اللي بدها تعطيها المحكمة بأي محل بالعالم، مش بس للعقاب، العقاب هو لإعطاء رسالة. نعم. للآخرين. نعم. هلأ أنا شو عم بعطي رسالة للآخرين؟ أنه أنت فيك تكون إرهابي وتنقل متفجرات وتعمل مؤامرة مع دولة أجنبية لإثارة النعرات الطائفية وضرب السلم الأهلي، لكن إذا كنت أخذ أوامرك من معسكر الممانعة، من علي مملوك أو بوسينة شعبان أو من حزب الله أو من إيران، أنت الأحكام مخففة. فالمبدأ الأساسي هو أنه أنا شو عم بعطي رسالة للآخرين. شادي طلب من نعيم أنه يسافر بهالحلقة خصيصاً حتى يجي لأنه له طار معك.
انا شو بدي اقول يعني ليك شادي ليك من وشه بس ما يستعمل كراسي مثل وقت فايز شكل بس سلاح ابيض مثبتين الكراسي هون ولا لا بتشيلهم اذا قال لك قبل شوي انه اذا الحوار على نسق الحوار اللي صار بيناتكم عند وليد عبود بلاي احسن على كل احوال شادي انا باكد لك انك رح تتاسف على هالطار هيدا وبتمنى لانه لو نسيته باخر حلقه مريت فيها بحديث البلد كان شادي كمان صديقنا وامته عملتوا حركه جيدو سوا وتغلبت عليه وبسهوله مطلقه من وقتها قاعد عم بيتمرن كل يوم مرته بتضيعه بتلاقيه عمال يعمل جيدو ليك ليك بوش اب شوفي صدرك كيف حركه ليك 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 كيف صار بس هيدا مش بس للحكي لانه بده يرجع يستعيد كرامته من بعد هالمات بس شوي في حمي طيب لحلك شغلي بعض جاهز؟ بعض استعادة الكرامة قد يكون يشابه الانتحار بقى شو بده بهالشغلة؟ رتموها معركة مفتوحة فلتكن المعركة المفتوحة طيب ليك شو لحلك يلا شادي ولا؟ يلا وين المعركة؟ يلا تفضل عليك فنيا ولا شيء بس بالبوكسينج طول بلا غله 8 اضرار مش عم يقدروا عليه النظام السوري انا بدي اقدر عليه بعدين صراحه انا ما شفتك تعاركت معه انا شفتك حملته تستشته شوي ونزلته ايه بتعرفي لانه يعني انا هيدي مثل نوع من التغنيج التحذيري انه انا هلا عم دلعك بس انه يعني اذا بدك تعرف انه هي حدودك خلص شادي شو شادي؟ انا بليك هلا بتعرف شو فيك تعمل لي فيك تموتني من الضحك هالوسيله الوحيده مصطفى علوش بعدك من المعجبين بالست ام كلثوم ولا اجى حدا ثاني هلا يعني اخذ لك بتعرفي يمكن ميريان فارس معقول اخذت لك على يدك مايا هيفا انا ما بقدر اطلع منها بصراحه يعني بتفوتي على عم بيقول توت صحيح صرت فان للمنشد علي بركات أكيد لا لا أكيد لا ما في حدا جديد إجا غير لك رأيه؟ لارا كي معقول إذا بدك هلأ شو مولع عم بسمع نجات الصغيرة كتير شو عم بتسمع لها؟ في غنية يمكن ليل الناس بتسمعها لا تنتقد خجلي الشديد هيدا شعر للأميرة سعاد الصباح والاغاني من مين خجلان هالايام دكتور؟ هيدا في عنده حاله غرام انا عزيز من مين خجلان هالايام؟ ما توقفت بحياتي عن حاله الغرام دائما عايشه والله على طول لكن منك للست ام كلثوم بانه ما اجى حدا يعني صحيح عم تستمع لسيده نجاة الصغيره بس ما اجى حدا نساك ام كلثوم بتقول لهالحاله هالغنيه انساك يا كلام أنساك يا سلام الله أهدلي مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه أبدا ده مستحيل قلبي يميل ويحب يوم غيرك ابدا ابدا اهدى اللي مش ممكن ابدا الله 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 دكتور قبل ما نكفي معك بالانترفيو السريع بدي رحب بجمهورنا الجاي الليله من الكوره اهلا وسهلا فيكم من اليو اس ال او
واليونيفرسال سكول اوف لبنان من بطرام الكورة. بدي اقول اهلا وسهلا بميز ظاهر اللي هي معلمة التربية والتاريخ. مصطفى علوش وانترفيو سنين. بجملة أي سنة بتقول عنا يا ريت بترجع؟ الحقيقة ما يعني بعيش كل يوم بيومه. هيدي القصة. لكن هيك عندك نوستالجيا على الأرجح. على الأرجح النهار اللي أول يوم التقيت فيه بزوجتي. هيدا النهار بعتبره نهار سحري كان بعيد. هيدا رومانسي. ما لا علاقة بهلا بس بالتأكيد عبالك ما لا علاقة بهلا بوقتها نحن عم بحكي عن هيديك الوقت. ما في شك إنه كان مثل شيء سحري بالنسبة لي. صحيح. هذا الكود أوف فود. اي صح. لا انا تعرفت على مدامته كمان للدكتور. نعم. بتاخذ العقل عن جد. نعم. لها تحيه كثير كثير كبيره. اي سنه برايك رح يصير عندنا كهرباء 24 على 24؟ بتعرفي قصه انه ما على ايامي يا حبيبتي بقى. بقى مش على ايامنا. بس ليه أيوة. عم بيقول هيك؟ هلا بزحني صارت 24 القرار سهل. بتعرفي انا بس ارجع عجيبه 24 على 24. المساله سهله ببساطه. سهله. خلال اقل من سنه فيك تقدري تعملي كل هالخيارات هيدي. لكن بدك ببساطه بدك قرار. خيار سياسي غير القائم وطبقه سياسيه غير القائم. اي سنه كانت الأسوأ بتاريخ لبنان؟ بالقرن العشرين بين يعني الفترة ما بين أيلول 75 وآذار 76. هيدي الفترة المرعبة بعد اندلاع الحرب الأهلية. كان هي مش اندلاع، هي اشتعال عنف بشكل مفضوح. مجزرة السبت الأسود، حرب الفنادق، الاجتياحات إلى ما هنالك، كلها هذه كانت أسوأ فترة. وكانت وسط المدينة يعني كانت الشاهد. طيب. الأكبر. طيب. عليهم. أي سنة ممكن نشوف امرأة رئيسة جمهورية بلبنان؟ بتمنى بكرة. بصراحة يعني. إذا كانت مرة مثلك بالتأكيد. تسلم وكلك ذوق كلك. بس هي لحظة ما بحق لها ستريدة هي السيدة الأولى ما بحق لها هي. لا خليني اقول لك شغله للمورني الموقف وهيدا يو 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 يو. شو الحكي هذا؟ شو الحكي؟ جاي يعني الحلفاء زعلوا يا دكتور. علقنا معك كمان. وهيدا النهار يعني مش بس مرة لكن كمان ما بالضرورة تكون من طائفة معينة. هيدا ان شاء الله. ان شاء الله نوصل بلبنان نرتقي لهالدرجة. كريستين، بما انك من يعني عشاق السيده ام كلثوم ومن عشاق الغرام، اليوم كريستين لبست لك احمر لاول مره بحديث البلد. شو هالاحمر الحلو كريستين؟ شو هالاحمر الحلو كريستين؟ لازم تطلع على الحبله كريستين. اوقات شو عامل بحالك كريستين؟ حسب البربارة بعد بكير. شو عم بحالك؟ لا كل مرة بيعملوا لها طلعت كربال اليوم. اوكي. بعشر ثواني عليك تقشير التفاحة كاملة دون سحب السكين. عفرت نفس هيدي الكلمة. شكلها طيبة يا تفاحة. عم تقطش ما تخليها تقطش. بدله شغله. هاي تاني غلطة يا دكتور. سوري. ما زبطت بس كنت كلها بالبريك. انتو لو جبتوا له اورانج كان ارشق عليها. كان شيلها ما سحب. مظبوط. لو جبنا لك ليمونه كانت ارشق عليك. انت عصرتها.
حديث البلد مع ريما فقيه. البلد يعني بتحب الرومانسيه وبتحب الجمال، ام هلا اجت ريما فقيه كلها سوا قعدت حدا. بتعرفي لحلك شغله هلا اليوم بدك تغير رايك بحزب الله هلا من بعد الجلسه هيدي. هلا في كونتروفرسي مثل ما عشان لا دازنت ماتر بس يعني الجمال ما في مجال الا للتحزب له. تذكرت هي وفايتي تحزب لحظة لبيك ريما فقيه لبيك ريما فقيه. الشعر اللي قاله أحمد شوقي بملكة جمال لبنان، الصبا والجمال ملك يديك أي تاج أعز من تاجيك. يعني عن جد من قال شعر أحلى من هالشعر والآلة جورجينا رزق وبليق عليك اليوم ريما فقيه. أهلا وسهلا فيك. Thank you so much. بس أكيد الجمال على طول ببلش من جوا، ببلش بس تفتح تمها الصبية. Vote for me. وريما أثبتت هالشيء على كل حال على الام تي في، وأثبتت قديش هي محبوبة وقديش جماهيريتها كبيرة لأنها قريبة للقلب ولأنها على طبيعتها. ريما يعني كنا ناطرين هاللقاء. أنت ملكة جمال أمريكا اللبنانية الأصل لسنة 2010، جنوبية من صريفة النبطية، هاجرت عائلتك اللي بتتألف من الوالدين حسين ونادية فقيه وأخواتك ربيع ورنا وربا ورامي وريما أكيد جمهورية راي يعني. كان في جمهورية مين؟ مين؟ أوقات من نكت مع الماما وبابا من قلن رمون ورمون ده هيك كلنا برا. بس راحوا أمريكا كفوا إنجاب ولا وقف؟ أنت الشادي جيبينك الليلة بس لتنكت علي. هلا بتشوف بس خليني أتعرف أمونة وحأرجع لها. أنا عندي لا نحن اسم الله رامي الصغير خلقان بنيويورك وهي هلا بالجامعة بأمريكا بس بيحكي عربي. نحن كثير فخورين انه نحن بلبنان ولا بامريكا؟ لا انا خلقت بلبنان. فنحن عربتنا خلقنا بلبنان وكفينا على نيويورك ب 93 وي ايميجريتد وقت الحرب وبابا كان عنده مطعم بنيويورك سيتي وفوتنا كلنا على الجامعه هونيك خلق رامي. سوي يعني دوبليكيت ادفانس. اذا كل الاولاد مثل هالنوعيه بيجيب 20 الواحد. ايه والله ريما انت معنا الليله بعد تجربتك بدانسينج وذ ستارز على شاشه الام تي في. بس بدي لك شغله تحمست من وراي. انا لما كنت بالسيزون الماضي اجت حضرتني مره عم بتمرن عن جد. عن جد؟ والله العظيم. كان يور فان. لك شو صار؟ فتنا على جيم بيكوز اوف ماي فريند دكتور رامي خوري اند ات واز سمون اسمه شادي عم يرقص عم بتطلع انا واو عندكم دانس ستوديو ام لايك بس مش هيدا شادي؟ قال لي ما في dancing with the stars. قلت انا if شادي could do it I can definitely. يلا one. اذا شادي قدر يعملها لا شادي لا بالبوكسينج ولا بالرقص الليلي. كنت مع كلوي وقتها. يس بس عمل افورت. الله كفيها لكلوي وقتها. الله كفيها وصلها للفاينل. كلوي من وراي. شادي عمل هيدا قد ما عملت خير السنه الماضيه وعملت افورت الله السنه تطلع فيها. ريما دخلت الفرحة لقلوب اللبنانيين بعد ما تم تتويجك ملكة جمال للولايات المتحدة الأمريكية وشافوا حالهم فيك وكلنا شفنا حالنا فيك وصرنا كلنا بدنا نفتش بالمجلات ونشوف مين ريما فقيه ومين هالصبية الحلوة. وسنة 2015 اعتبرتك NBC يونيفرسال أشهر وجه شرقي بهوليوود. اليوم وبعد مشاركتك بدانسينج وذ ستارز وتعرف اللبنانيين عليك فينا نقول انك صرت الأحب لقلوب اللبنانيين؟ ان شاء الله that's how everyone thinks. هيدي لإلي انا كان تجربه يعني لايف تايم اكسبيرينس. نعم جيت مش بس انه مبسوطه كثير اتعرف على ماي بيبل ماي كونتري اللي اتعرف علي بس كمان حسيت انه جيت مع الام تي في انه نتورك يلي حابه كانت تجيب عالم من برا. نعم لتفرجي especially our younger generation انه ليكل مختربين وليكل عايشين هون قد ايه حابين ويكونوا ببلدهم ونرقص و I think انه ك experience it was amazing. وهيدي لإلك الغنية. مع شادي.
قلتي لي انه حاسه حالي بدانسينج وذ ستارز، بقى يلا ما تكذبي. انا بفضل سلو، ارقص معها سلو. وانا بفضل دبكه جنوبية. اوه برافو ريما، دبكه جنوبية بدها ثلاثة لكن، بدك تدبك معهم. على راسي. بدك تدبك الليلة بحديث البلد. طيب يلا. اوكي؟ يلا عندي هلا أهمية. بليز تفضلوا. تفضل. شو ما كثير بتعرف نادي. هي دبكة جنوبية؟ شكلك ما كثير بتعرف. اجنبي اجنبي. أضيف الرقص عليها. صوته حلو. صوته حلو. شو بتعطيه منى؟ عشرة. انت اكيد عشرة. بس شادي خمسة. ربيع لحاسي سلمى عليك. ولو يا شادي كل شيء بتقلد الرئيس بري. هلا بس ايش اتحكلت على انا بصراحة التهيت لان عيوني عم بتطلعوا بس داوز كود ضعف شوي غزل فيها على طريقة الرئيس بري عندك شعبية عم فكر جيبك معي بالانتخابات الجاية شو رأيك؟ تجي ولا تجي بتعرف؟ هاي دغري رحت السياسة انا قلت لك تغزل فيها على طريقة الرئيس بري تغزل عيودك مثل عيود الغزلان وشفافك مثل شفاف ال العميان يعني لا بال فاشل بال حتى بال لا بالنعير ولا بالنفير ريما بعد تتويجك ملكة جمال أمريكا كان لك عدة محطات بارزة منها تحدثك بالبيت الأبيض باحتفال مئوية للرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان وتواجدك بمؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لجانب الرئيس السابق بيل كلينتون وكنت أول ملكة جمال لأمريكا بتشجع النساء يدافعوا عن أنفسهم أنت كمان أول ملكة جمال أمريكية عربية من أصول لبنانية وإذا بدنا نكون يعني صريحين مسلمة كمان immigrant مغتربة ومغتربة يعني كسرت عدة قواعد بوصولك لملكة الجمال قبل ما نكفي معك خلينا نحن وضيوفنا نشوف سوا مشاهد من إلقائك الخطاب بالبيت الأبيض أوكي؟ بلاير باسم Last May when I was crowned Miss USA it was the proudest moment of my life The fact that I am the first Muslim and the first immigrant to be crowned Miss USA speaks volumes to the fact that anything is possible in this country. I was a child born in war-torn Lebanon. I have vivid memories of hiding in shelters from the shelling. While hiding and hoping just to stay alive, I could never, never have imagined being here today as an American citizen honoring a man that I consider to be one of the greatest leaders of the 20th century. حضور كاريزما ثقة بالنفس مضمون حلو للخطاب. How old you were? أهلي من 3 سنين. يعني كانت عمري 25 we're proud of you 26 almost ريما اليوم وبعد غياب 15 سنة والدك عم بعمر بيت ببلدتكم صريفة بالنبطية ما قلت رح تستقري بلبنان إن شاء الله أنا
كمان إنه it's a big honor أول شيء إنه في يقول عن حالي Lebanese American مش American Lebanese ولقلي أنا شوف بابا وماما يحققوا حلمهم بعد 30 سنة ويرجعوا على لبنان هيدي يعني هلا بصريفة بصير فيها زيت أرضية داخلية؟ لا بس في صبايا حلوين بس يكذبوا بتهز الأرض هلا الكرسي كبيرة هيدي عشرة عمية سريختر هن على كل حال بنات الجنوبيات مشهورين بجمالهم يعني هيدا شيء الكل بيأكد عليه بس بدك ترجعي تسمعي اللي قالت إنه جمالهم بهز الأرض بيعمل هزة أرضية عم أكد عليها هيدي الهزه اللي بالنيبال لانه اجت ريما على لبنان هلا منا شو وين راجع على بيتك على ضيعتنا على ضيعتنا على ضيعتنا راجع انا بقول معلش بدي انا هلا اقول شغله بوجه تحيه حب كبيره 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 لضيعتنا الضيعه اللي خلقت فيها للبروك لكل اهلها وبقول انا كثير فخوره اني اكون حدا منكم ريما شاركت مؤخرا بفيلم عنوانه مسقعه هون اي مسقعه مسقعه يعني بردانه ولا مسقعه الاكل لا الاكل الاكله طيبه لوبي بزيت هلا عاملين هلا ايه بالانجلش سماه للفيلم سماه ارينج ماريج هل فيلم هو مع الممثل المصري العالمي سامي الشيخ والمخرج محمد كراوايا وعروضه الأولى راح تكون بمهرجان كان. في هلا كمان مع تي في شو مثل لايك سكس إن ذا سيتي كايند أوف كلها نسوان. السكريبت مكتوبة من أحلام مستغامي. واسم التي في شو الكاتب الجزائري الشهير نسيان. وأنا أي بلاي ليد رول إن ذات شو هيدي إتس كومينج أب سون. هيدا وين راح هيدا سربرايز بس بحديث البلد وين راح يطلع وشو إنتاجه؟ بعد نوت ديترمند أحلام مستغامي أند هير سون وليد راسي هيز ذا دايركتور هذا لازم نحضره اسمه نسيان اتس تي في شو شات ان هوليوود كمان اول ارب امريكان اكترز مسيطرين عليها نحن خلص يعني هو مسلسل رح يكون مسلسل رح يتصور بهوليوود على كل حال مساكا تصور بهوليوود مع انه ومع افكتس انه انتم بالقاهره صح يعني قديش يعني مصروف عليه كمان الفيلم ريما جمالك عم بيوقعك بمشاكل الحب بيوقع غيرها بمشاكل ما هو اوقات اذا حدا حبها بيعمل لها مشاكل متزوجين بمشاكل بيتخانقوا مع بعضهم بالبيت ما بعتقد بس الجمال هي عم بحكي انا انه نوت اونلي كوز ام بيوتيفول مش قصدي هيك بس هي الوحده شكلها از ون ثينج بس يكون شخصيتها قويه ويكون عندها اسم والشاب يحس انه هي اندبندنت ما بدها حدا هيدي كثير بتخلي اوقات الشباب يكونوا انسكيور ف ببعد قصه الحب عليك ريما هلا انت مغرومه؟ انا مهضومه؟ مغرومه مغرومه مهضومه اكيد مهضومه ما بدها سؤال ما تطلع فيي انا متزوج او شادي اوكي خلص بدنا جواب انت جريء او بدنا جواب دايركت؟ أنا مغرومة، أنا هلأ لا سينجل، يعني لا ما في فكر بحدا إنه في يقول عنه هلأ بحياتي ما في حدا بيعجبك هلأ؟ في حدا بيعجبني بس بأمريكا يمكن ما بيعرف بس بكرة بيعرف شو رايح عليه؟ أنت آخر مرة كنت مغرومة؟ آخر مرة كنت مغرومة من شي 4 سنين لبناني أو أمريكي؟ كان أمريكي كان أمريكي وهلا اللي معجوبه فيه لبناني ها عم ينضج عم ينضج ذوقها عم ينضج ريما ليك شو حشورين فوق قال بدهم يعرفوا اسمه صغير لا ما في اسم
ما في اسم ما راح تقول لك هي معجوبه فيه ومنه عارف بدها تقول اسمه الصغير هل اللبناني عم نحكي عن اللبناني مش هيك هلا عن اللبناني ايه ما راح اقول له بس انت يمكن يا يمكن بحياته ما يعرف بس اي نو طب اعطينا هز انيشلز بلكي بيعرفوا بلكي بحس على دمه وبينط على الخبريه خذي الخطوه الاولى ببلش دبليو اس دبليو اس دبليو اس لك كيف كلكم عم تفكروا فيها وليد وليد انستغرام يلا شيلوا انستغرام سكرية وليد صيقلة صبا طيب مو ببهكة كوميرشال بريك وسيم في وجيه وسيم وليد وسام وهيب وائل وهيب يمكن تكون فيرست ومدل ساعدونا ساعدونا واصل مو واصل واصل مأخر واتس اب واتس فايبر وعائلة فيك صباغ سليم يمكن يكون ميدل نيم اس ما بتعرفه اه لكن بس انه اذا عم تحضرنا الليله نجي لعندك وانت لبناني وعايش بميشيغان ويور انيشلز نو نو ميشيغان مش ميشيغان نو نو واي اوكي والانيشلز تبعولك بالدبليو اس عرفت انه عم بتروح عليك تشانس كثير كثير كبيره ريما فقيه رح نعمل انترفيو كثير سريع اوكي ريما فقيه وانترفيو هيك او هيك توت كتب وديع الصافي الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه معجب بفنه بس برافو عليك وين اجى عباله جبلنا برافو عليك ما بنترك جبلنا الله يرحمه قهوه او شاي قهوه شتاء او صيف صيف انجليزي او عربي عربي كسر باين ولا لا جاز او روك جاز موسيقى شرقيه او موسيقى غربيه شرقيه فيروز أو أم كلثوم؟ فيروز زواج أو عزوبية؟ زواج ريما فقيه برقص النجوم أو ريما فقيه بالتمثيل؟ We did both بس أنت your preference إنه رقص إنه ما خلص dancing with the stars back to acting back to acting هلا الأولوية لل acting you are a star وإن شاء الله على طول you'll be shining بس حابة أقول لك thank you so much عن جد أنا it's an honor لكم معك الليلة حبيبتي وبحب أقول كل أهلي اللي عم يحضروا أنا finally I'm with منى أنا finally ريما فقيه معنا بحديث البلد it's a pleasure thank you so much and أنا بقول لك إنه نحن اللبنانية فخورين فيك وفخورين إنه يكون عندنا سفرة مثلك لكل العالم تعرفت على كريستين؟ ما شفتيها she was in bed إذا شفتها ما راح تعرفها كريستين oh yes عرفت تينكربيل اوكي تينكربيل مضبوط الليلة راح أجيب لك كارت وخلينا نشوف شو كارتك راح يكون اوكي كريستين منى إذا شفتها مش راح تعرفها تينكربيل لا عرفتها هيدا ريما مش بس بهوليوود في سبيشال افكتس تشتغل مع جيمس بوند تشتغل مع 007 هلا بالفيلم الجديد شو مكتوب على كارتك؟ لنشوف العربي عندي التوجيه بس تنتبه من الصياده عن حذاء توجهي عند شادي لالتقاط سيلفي اها بتروحي عند شادي وتاخذي سيلفي معه وتليفونك معه جود لك داي حرام هالمجهود لازم تعمل سيلفي مثلا طب روح انت لعندك ما تواخذيني لا روح انت لعندك انا وياك وال Everyone behind us. Okay. Yes. Stand up, everybody. But I told you to go up. What happened? I'm going to send you. Hey, you're going to go. Hello, Aziz. What's your telephone? Shadi, my phone. We need a phone. Can you leave? They pull up telephone, Shadi. Okay. Here we go. I'm supposed to take it. We need the iPhone 6. We're going to get it. أنا مش هيك بدنا الدكتور يطلع معنا كمان نايس حلو
معنا فيصل. نانا استقنالك وانا كمان عن جد غيبه يعني طويله بس هلا مبسوطين انه بس مثمره كمان يعني بنفس الوقت. نانا فيصل انت من الوجوه الاعلاميه اللبنانيه المميزه اللي رافقت انطلاقه ال بي سي سنه 1985. طليتي على المحطه كاريكاتور وبرعتي باللي عم تعمليه بوقتها، وكنت بنفس الوقت عم تستكملي دراستك بالجورناليزم والكوميونيكيشن ارتس بالال اي يو. سنه 99 بلشتي توضعي صوتك على افلام وثائقيه وبرامج وتقارير سياسيه بمحطه الام بي سي عربيه، وقمت بمقابلات سياسيه على الاوربت، وكنت مسؤوله عن دائره الريبورتاج باذاعه صوت الغد، واليوم انت معنا بحديث البلد كمستشاره اعلاميه لوزير الخارجيه والمغتربين جبران باسيل، ولنحكي تحديدا عن مؤتمر الطاقه الاغترابيه اللبنانيه. يعني اليوم زبطت القعده حد يعني بوقتها اجت بوقتها يعني كانت مضبوط. الاغترابية اللبنانية اللي بتنظمه الوزارة من 21 ل 23 أيار بفندق هيلتون حبتور جراند ببيروت. نانا، شو اللي بيميز هالدورة عن السنة الماضية؟ السنة الماضية كان أول مرة يعقد مؤتمر اغترابي ببيروت، وكان وزير الخارجية هو حريص من وقت ما استلم وزارة الخارجية أنه يولي الشأن الاغترابي أهمية كبيرة. والمؤتمر كان السنة الماضية انعمل كتير أنه بسرعة بحدود الشهر تنظم. أنا تحمست من وراء ريما فقيه عن جد. ريما رح نشوفها بالمؤتمر هيدا السنة، ما هيك ريما؟ يعني نحن عن جد بنشوف حالنا بهالمغتربين، يعني عن جد عم بيتفوقوا بكل المجالات حقيقة. بكل دول العالم حقيقة. وهيدي السنة رح يكون بحدود الألف شخصية اغترابية، كلهم عندهم قصص نجاحات، كلهم برعوا بدول العالم بمختلف القطاعات والميادين، إن كان سياسية، اقتصادية، ثقافية، اجتماعية، فنية، بكل المجالات. ورح يجوا من حوالي 50 دولة لحتى يكونوا موجودين بيناتنا، والهدف منه إنه يضل في صلة وصل بين لبنان المقيم ولبنان المغترب، ولن يعني حتى هالتشبث ببلدهم يضل موجود. يعني في البعض من يلي جايين من متحضرين من أصل لبناني حتى ما بيعرفوا يحكوا لغة عربية. وزير باسيل كان دايما بكل جولاته بكل دول العالم اللي كان عم بيرمق، كان بافريقيا، بامريكا اللاتينيه، بامريكا، وين ما كان عم بيسافر، دايما عم بيقول انه لازم تعلم اللغه العربيه امر كثير ضروري. يعني بتشوفي بامريكا اللاتينيه بالارجنتين كثير قليل بيعرفوا يحكوا عربي، وهيدا الامر يعني عم بضايقهم، عم بضايق الاهل يلي بيعرفوا بعد شوي الجد والست. صح. البي والام ها شوي بلشوا ينسوا لغه الاولاد. ايه، ففي ببعض الدول ممكن انه يصير في مدارس. صح. مدارس لبنانيه يلي صعب شوي يكون فيها مدارس، ممكن بالمدارس الموجوده هونيك ياخذوا صفوف صفوف يتعلموا اللغه ممكن ساعتين ثلاثه بالاسبوع. وعم بتلاقي هيدي الفكره كثير ترحيب، يعني بتشوفي قد ايه عم بينبسطوا وقتها. عم بصير في جولات بالخارج عم بيقولوا انه في يعني من سنين، من سنوات طويله ببعض الدول 40 45 سنه ما في اي مسؤول لنا، ما في اي مسؤول اجى سال عنا. يعني مشكور على هالنشاط وعلى هالخطوه، ومن خلاله ومن خلالك تحيه كبيره لكل المغتربين اللي بنقول لهم مثل ما قلتكم معنا نحن قلبنا معكم. نانا، قبل ما نكفي الحديث معك الدكتور بده يترك من قبل بس اصر يبقى حتى يسلم عليك، وعنده ارتباط اخرناه عن العائله. شكرا كثير، اليوم اكتشفنا اشياء كثير، انسان شامل عن جد بمعنى الكلمه، بس بعد الثالثه ثابته رح يضل ناطر. على كل الاحوال انا يعني بدك تضل تتذكر انه دائما انا خطوه قبلك، بتعرف ليه؟ لانه متوقع شو بدك تعمل السنه الجايه، فبدك تحضر حالك. خليك يا اخي اسمع انجازات الوزير باسيل، ليه بدك تفل؟ هلا بتعرف ترمتها يعني؟ بتعرف انا اوقات ما فيني اكون شاهد زور مشان هيك. لا تعرف عم يمزح.
خلالك بنهديهم هالغنية. اليوم كيف قدرتوا جماعته أكثر من 1000 مغترب لبناني ليجوا على لبنان ومين رح يتكفل بمصاريف هالأشخاص؟ المغتربين هو بإعاز من معالي الوزير صار في تنسيق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج. كلهم ببلدهم هن يعني حضروا لوائح باسماء هالشخصيات كلها وصار في اتصال ودعوات رسميه اكيد لهم. والمؤتمر كمان هي في رساله منا انه نحن مش جايين تنشحد من المغتربين، يعني مش دائما واحد يفكر انه لا نحن بدنا مصاري، لا مردود مادي، يعني هدف مردود مادي، مش مردود مادي لا ابدا. هو الهدف هيدي يصير في صله هيدا الوصل بيناتهم، يصير في هالتشبث بيرجعوا لارضهم انه انتم ما تنسوا لغتكم، ما تنسوا بلدكم، ما تنسوا جذوركم، تاريخكم. مين رح يتكفل بمصاريفهم؟ هن اجوا بتكاليف السفرات كلها، هيدي تكاليف هن خاصه متحملين. هن متكفلين فيها. وبعدين في سبونسرز كمان بيتكفلوا، بتعرف في مصاريف، في غدوات، في عشوائي، في مصاريف. نانا نانا نسيت يا هوانا. نانا 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 نسيت هوانا. حبيناها كثير، حبيناها كثير كثير. هي حبت جيرانا يا نانا 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 نسيت هوانا. ليه نسيتي هوانا وما بقى عم تطلع على الهوا مع انه بالرغم من غيابك الناس ما نسيتك؟ يعني ما اشتقتي للكاميرا؟ بشتاق انه هيك اوقات بتعرفي بتحمس. وقت وقفت كون ريبورتر بالال بي سي. قد ايه اشتغلتي كلهم على بعض؟ 14 سنه كنت ريبورتر. كنت مثلا يصير في شيء حدث كثير مهم، حدث سياسي، مؤتمر، انفجار من هون، حس عن جد بدي احمل ميكرو وانزل، اتحمس في شيء بجواتي انه بليز انه انزلي. موجوده يعني بعد الريبورتر موجوده جواتي. ايه شيء جواتي اكثر من انه زي على بالك؟ لا ايه بفكر فيه اوقات. ايه برنامج ايه تلفزيوني بفكر فيه، سوسيو بوليتيك ايه بفكر فيه. بتفكري ببروجرام ريبورتينج؟ خلص لا خلص لا. متعب؟ ايه خلص قطعت هيدي قطعت. عملنا 14 سنه تخرجنا ما هي خلص. ايه صح. تحيه لكل الريبورترز كمان اللي عملهم كثير كثير، يعني هن اساس النشره اكيد. صح. عملتي او اشتغلتي يعني كمستشاره اعلاميه للوزراء سامان فرنجيه لما كان وزير الصحه والزراعه، لوزير المهاجرين السابق عبد الله فرحات، للاستاذ جاك صراف لما كان عميد جمعيه الصناعيين، وبنقابه المحامين بولايه النقيب بطرس دومت كمان، واليوم مع الوزير باسيل. لك يا قبرني ربك عيشك طيبه. شفافيتي يا ريما لو بتشوفي شفافيتي، مش شايفه شفافيه مثلها، عم بتشوفي شفافيتي؟ شوف شوفي. ربنا ربيك. نانا بنتك الوحيده ناتاشا عم تدرس اليوم سنه ثانيه اركيتكتور بالال اي يو كمان، يعني بجامعتك ومن المتفوقين بالجامعه وحلوه مثلك، بتعلي غرتها مثلك كمان ما كنت تعملي قبل. هيدي الغرة عم بشوف صورتها انت وياها، اسم الله عليها، اسم الله. مين سميها ناتاشا؟ انا وبيا. مش بيا. لا روسي، اسم روسي يعني.
هيدا على سيرة الغرة. هاي عم شوف غرفة الشهيرة يعني. الزملاء هيدا ريتا مهنا ويونو تخوري. صح. يا الله هيدا بداية الـ LBC زميلاتي وبارونيسية. بس كنت أعلى غرة. أنا أعلى غرة كانت كتير دارجة لدرجة يعني. اللي بيعملها أكثر شيء كان أكثر شيء كول صح؟ إيه ماما. لأنه أنا إخواتي كانوا في يحط التانك البيبسي بقلب غرتها. كنت أنا صغيرة يعني كانوا أكبر مني إنه واو. وإذا بتشوفي صور مادونا أصلاً كان عندها هيدي الغره نفس الغره لفوق وبعدين بيرجع بينزل غره لتحت هيك ليك تلتتنا نفس الشيء يعني اجي الحلاق يحطنا هيك غره من هون نازله وهون تعلق مزبوط انه ناتاشا كثير بتحس معك وبتقول لك انه انا ناطره النهار اللي انا بشتغل فيه حتى ريحك لانك اشتغلت كثير وتعبتي ايه بتقول يعني خاصه تشوفني كثير تعبانه بتقول لي مام بليز انه خلص بقى يعني ما مصدق بقى اتخرج انت تقعدي ترتاحي وانا كل شيء انا بدي عم تجيب لي كل شيء ما بدي اياكي تعوزي شيء الله يخلي لك اياها بعتقد وجودها هو كل شيء بدنا نقول لها ناتاشا انه وجودها هو كل شيء ومحبتها لك هي كل شيء وبدنا نرجع نهديكي غنيه ليك عندك اغاني كثير قد ما بدك نانا اليوم ممكن يفتح قلبك سألناها عن الحب ممكن يفتح قلبك من جديد وتعيدي تجربة الزواج ما بفكر صراحة ما بفكر بس ما حدا بيعرف بس ما عندك رأي مسبق يعني ما بتعرفيها لا ما بفكر بس حدا بيعرف nobody knows never say never never say never نانا فيصل رح نعمل لك انترفيو سريع جاهزة ليه؟ يلا نانا فيصل وانترفيو آخر مرة آخر مرة آخر مرة بكيتي مش خمس دقايق اليوم هلا مش دقيقتين لا انه انا حساسة شوي آخر مرة ضربتي حدا كف ما بضرب نو بوكس كمان لا انا لا ما بضرب ما بحب ابدا آخر هدية تلقيتيها هلا عيد الأم من ناتاشا من ناتاشا الله يخلي لك اياها شو هي شو كانت؟ كان ورد وجبت لي قطعه ثياب هاي مبروك بوكي ورد اخر مره قلتي بحبك بهمس اوه من زمان كان زمان اخر شيء شو؟ اخر شيء اخر شيء كثير مبسوطه اني انا معكم اليوم نحن مبسوطين كريستين جوّن الهيئة جوّن جوّن وغيرت الثياب مثل ما كنا شايفينها بالأحمر بأول حلقة باي كريستينو باي شو جبتك؟ لا ما معقول شو؟ لا ما معقول نقي العدسات لطبخة المجدرة طيب ايه ما انت ست بيت انا كثير بحب المجدرة كيف عرفتوا؟ كيف عرفتوا؟ كيف بتعمليها؟ هلا انت عم تنقي العدسات بتخبرينا كيف بتعمليها لا لا بليز وليد لا ما معقول معقول فيك تخيلي على المجدرة لا ما معقول اجمالا او اجمالا انت وعم تنقي شو بتحكي؟ بدك تساعديني نبلش ننقي هيك يلا بدنا ننقي مضبوط بدنا نبرمها هيك هلا انا عادة ما فيهم ولا حجرة ولا بحصة كيف شفتيها انت؟ هي حجرة يمكن انا يمكن فيهم حشره بس ريما فيها تشوفهم اكثر من شو بتحكي هلا صار عندك مجدره وسقعه اليوم
طب خلص لازم نعزمكم، لكن انا عزمتكم على الاكل عندي خلص. انا صحتي كلنا مبسوطين. انا حديث البلد مع توني حسواني ومات لوران. مات لوران توني حسواني، اهلا وسهلا فيكم بحديث البلد. vous êtes les bienvenus sur le plateau de حديث البلد. توني حسواني، انت صاحب شركه روت 69 برودكشن اللي عم تنظم عروض المسرحيه الغنائيه الشهيره نوتر دام دو باري بالفورم دو بيروت ب 10 11 و 12 تموز المقبل. مات لوران سيليف ارتست كيبيكوا، vous êtes l'un des stars de cette comédie musicale dans le rôle du fameux Quasimodo. Vous êtes là d'avance pour le spectacle, Akid, oui. Sûrement. Avant de procéder, est-ce que j'ai le droit de vous demander une chanson que j'aime beaucoup? Ah ouais? Laquelle? C'est Belle. Vous voulez que je chante Belle? Oui. Pour vous? Non, pas spécifiquement pour moi, pour les pour spectateurs. Nous. Pour vous, ok. Ben, je pourrais la chanter, il y a tellement de belles demoiselles. Vraiment? Voilà la guitare. Voilà la guitare. Si vous permettez. Vous pouvez regarder Rima. Je vais, voilà, je vais effectivement regarder. Effectivement. Je vais faire une petite version. Voilà l'accent québécois. Effectivement. Ah, vous la reconnaissez. C'est mignon, c'est très mignon. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Elle, quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, telle. Un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quelle est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, ô laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux de la belle Mona. Merci, ah, c'est gentil. C'est hyper, hyper, hyper gentil. Hey, vous avez une voix sublime, vraiment. Ah, merci, merci beaucoup. Tony, معروف انه Notre-Dame de Paris هي من اهم الميوزيكلز اللي تقدمت بعدد كبير من البلدان وبعدد كبير من اللغات. كيف قررت تستقدمها على لبنان؟ نحن على طول بنعمل مونيتورينج لكل البيج ايفنتس اند شوز ذات ار اوف سيرتن كاليبر، وخاصه Notre-Dame de Paris صار لنا من زمان نحن we are in very good contacts مع ال producers اللي كمان هو ثابت إنه he is a close friend of mine. فكانت خلصت وقفوا ال version فرانسيز وعملوها بكذا لغة وآخر لغة كانت لغة الإنجليزية اللي عم تعمل تورني. وقتها صارت اللغة الفرنسوية رجعت الموزيكال تبع Notre-Dame de Paris باللغة الفرنسوية. نحن كنا أول عالم اللي قلنا بدنا نجيبها على لبنان اول ما تخلص من اسيا وقبل ما تبلش باوروبا. فكنا محظوظين انه قبلوا انه يجيبوها معنا كافان بريمير اوروبيان او ليبان. مات، vous avez au Canada tout le monde en parle, n'est-ce pas? Oui. Oui. Je trouve que ça ressemble un peu au plateau, c'est un peu le même genre de. C'est la même chose, mais nous venons de renouveler cette année-là. Nous avons changé le décor, mais c'était au début le même. C'est super beau, c'est merci, très joli. Merci beaucoup. Matt ou Tony Haswani, قبل ما نكفي معكم خلينا نشوف سوا هالمشاهد من تريلر Notre-Dame de Paris. OK؟ Player Basin. Yeah.
تموت ما بتصيح ما بتختير يعني. مات لوران vous êtes musicien, chanteur, oui. directeur musical, réalisateur, oui. comédien oui. et metteur en scène célèbre. Oui. Vous faites partie du paysage musical québécois depuis plusieurs années, comptant à votre actif 4 albums solo mm-hmm. et 4 oui. comédies musicales importantes, oui. dont Notre-Dame de Paris dans laquelle vous avez fait depuis 1998 plus de 1000 représentations. Oui. Oui, quand même. Là, vous n'oubliez rien. Je pense que vous avez pas mal fait le tour. Ben c'est dur à croire que j'ai fait au-delà de 1000 spectacles de Notre-Dame de Paris sur 16 ans. J'arrive à peine à le croire moi-même parce que c'est un chiffre qui est énorme. Partout dans le monde. Oui, partout dans le monde. Et je vous jure que quand je suis rentré dans Notre-Dame de Paris, je croyais que j'étais pour faire 30 spectacles, 40, 50. Et quand on m'a annoncé que ça faisait 1000 spectacles, je fais comme ça. Et le temps passe et on fait le temps passe vite. Et vous savez que j'ai toujours autant de plaisir à le faire. Et c'est toujours aussi passionnant et c'est toujours un challenge pour moi. Matt Laurent, on ne peut pas parler de Quasimodo sans évoquer l'une de ses plus belles chansons, Danse mon Esmeralda. Pourriez-vous nous la chanter ce soir? Avec grand plaisir. Merci. Esmeralda la Zingara, lui que Dieu avait fait si laid pour l'aider à porter sa croix, pour l'aider à porter sa croix. Mangez mon corps, buvez mon sang, vautour de mon faucon. Que la mort au-delà du temps unisse nos deux noms. Laissez mon âme s'envoler loin des misères de la terre. Laissez mon amour se mêler à la lumière de l'univers, à la lumière de l'univers. Danse mon Esmeralda, chante mon Esmeralda, danse encore un peu pour moi, je te désire à en mourir. Laisse-moi
Merci. Je dirais que elle a les larmes aux yeux là, Monsieur S.A. Ça vous a. Beautiful. Embrasse-lui. Okay, I'll speak in English. Oh, Lebanon 3. Oh. And then the other. Okay, cool. It was beautiful. Thank you very much. Tu m'as touché. Moi, j'aime beaucoup Notre-Dame de Paris, mais je préfère Notre-Dame de Harissa. Là, c'est notre chef de parlement qui vous félicite. Ah, merci. Merci infiniment. C'est très cool. توني حسواني يعني بدي أشكرك لاستقدامك أجمل العروض على لبنان. ندعي الكل يحضر نوتر دام دو باري. المسرحية الموسيقية الضخمة مع مات لوهون وأكثر من 40 فنان واللي رح تنعرض بالفورم دو بيروت ب 10 11 و 12 تموز المقبل. البطاقات متوفرة بالفيرجن ميجا ستورز وبعتقد رح ياخذوا معهم شادي للأكسون القوي الفرنسي تبعهم. شو بعد عندك الليلة؟ شو بعد عندي الليلة؟ وين رايحة أنت ومات؟ أنا عندي تحضير تشربوا كيس. لا أنا هلأ مع step together إني child I'm sorry people with special needs. فبكرة الصبح very early عندي مشروع كتير حلو معهم راح على المنصورية. Early to bed. لا أعملهم زيارة. Early to rise, mix and man, healthy, wealthy and wise. And world peace. ماشي كثير شكرا لوجودك شكرا لحضورك الحلو لنشاطاتك الانسانيه وعقبال ما نلتقيك بعد ما يطلع المسلسل وبعد ما يطلع الفيلم حتى نحكي عنهم ان شاء الله ثانك يو سو ماتش ثانك يو سو ماتش ميرسي باي وهلا حديث البلد على طريق الجنة مروة خليل لارا رين وتانيا عاصي اهلا وسهلا اهلا وسهلا مروة خليل لارا رين وتانيا عاصي تانيا وين شو وينحك؟ بعدها جلبوطه انا ما لي يوم برا انا ما لي حق فوت على الجنه ليه وقت تشوف المسرحيه بتشوفوا ليه بس معقول بالابيض وطلتكم شو حلوه بتجننوا بتجننوا هلا كل اللي بفوتوا بالجنه لازم يكون عندهم شوي منيح كله على الطاير ما في على الغاطي توت كتب انه هلا كثير عايشه بالجنه ما في لا وفي طلب كثير كبير على الحريات كثير في طلب على الحريات يعني بدنا واسطه تنفوت ومسابه حدكم نانا لابسه ابيض تفضلي مع الجنه وتوني ومات اذا بشيلوا البليزرز كمان بيصيروا انا اذا بشيل البليزرز كمان كمان خط يلا يلا هات لنا شلح لنا شلح توني لا توني يلا ما تشيلش يلا هاتي هودي ملاك هو شاطير مش ملاك عم بيقولوا ايه يلا اصلا اكثر شو عملت ما قدرت ما انت هدول حوريين شو عملت يعني شغلتهم تكون مبسوط بس هلا بدنا نعرف انتم نازلين لعنا دغري قديش عندكم وقت على الارض؟ لا نحن اخذنا اذن يعني قلنا لهم انه تروحوا نشرب كاس اذا ما عندكم وقت عنا 10 دقائق عنا 10 دقائق و100 الف واسطه تنقدر ننزل وقالوا لنا سبيشل لحديث البلد قبلوا انه الله بحبنا فينا نقول الله بحبنا مروه لارا وتانيا انتم بطلات على طريق الجنه المسرحيه الكوميديه الساخره اللي رح تنطلق الخميس ب 28 ايار على مسرح مونو وبتستمر ل 18 حزيران الحبكه كريستينا لارا مايا تانيا وميريام مروه ثلاث صديقات من طوائف مختلفه رح يتعرضوا لحادث سير وبيلتقوا على ابواب الجنه
واللي ما بيكون فيها محل إلا لشخص واحد، وهيك بيبدأ الخلاف بيناتهم على أحقية الدخول ضمن سلسلة مواقف كوميدية بتحمل رسائل إنسانية ووطنية عديدة. مروة، أنت ممثلة وكاتبة ومخرجة معروفة، وعلى طريق الجنة من كتابتك بالاشتراك مع ساندرا خوام، ومن إنتاجك دغري الحق أكيد ومن إنتاجك الخاص، وهي مسرحيتك الثالثة بعد زنود الست ومن قتل مارلين. عرفتي مين قتل مارلين؟ كذا شخص يعني بديها شوية طاسة، يعني شوي مثل مثل الماليس شوي إنه عم نعمل إيه، بس آخر شيء ما بنعرف الحقيقة مثل ما بنعرف الحقيقة بلبنان دايما، فهي لطشة كمان عن وضع البلد يعني للأسف. شو اللي خليك هالمرة تركزي بالدرجة الأولى على البعد الوطني؟ هي أول شيء المسرحية كان عندي فكرة إنه عن الجنة، يعني أنا من نحن وصغار بيحكونا عن الجنة، وهول الصور بقيوا براسي وشو رح يصير بعد الموت وكل هالأسئلة. ففكرت إنه ليش ما بنتين يلتقوا على باب الجنة، بعدين صاروا ثلاثة. طب هن قدام باب الجنة لازم يتحاسبوا، طب يتحسبوا حسب شو؟ حسب دينهم. ففتنا بقصة الدين، وبعد الدين انطلقت من الدين لأوصل على رسالة وطنية. الفكرة كتير حلوة وكتير ذكية، ورح نشوف انه هيدا اللي خليك تجي من فرنسا حتى تعمليها. في اسقاطات كتير على الحياة السياسية بلبنان، ويمكن عم بتجربوا تقولوا انه الفراغ الرئاسي هو هالكرسي يمكن اللي الكل بدهم اياها، ولا هلا هو شو رح يصير؟ ما بدي افضح كثير المسرحية، بس انه رح يقدروا يفوتوا على الجنة على شرط يعملوا مشروع مشترك. وهي فكرة المشروع المشترك هي إذا بدك لطشة إنه إذا بيقدروا إذا فينا نعمل بلد. نعم. فهل هالبنات من طوائف مختلفة رح يقدروا يتفقوا فوق بالجنة؟ وهذا اللي رح نشوفه بالمسرحية. قبل ما نكمل معكم خلينا نشوف السبوت الإعلاني الخاص بمسرحية على طريق الجنة، كتابة مروة خليل وساندرا خوام وإخراج هادي زين. بلاير باسم. بدنا نوصل، كتبتي شي محل للأدريس؟ وين صرنا؟ مش إيش عشي؟ لحظة شوي، في أرما هون، شو بتقول؟ انتبهي. عطريق الجنة، مسرحية لمروى خليل من كتابة ساندرا خوام ومروى خليل، إخراج شادي الزين، ابتداء من 28 أيار بمسرح مونو. البطاقات عن مكتبة أنطوان. لارا بتعرفي توت هون شغلته يعني يحرقس، اوكي بيكتب اشي على اسفل الشاشه، البيت رين من اي قضاء؟ منيحه من قضاء مونريال. لارا، انت مغنيه وممثله معروفه، تابعك الجمهور مؤخرا بفيلمين غدي ونسوان، ومن بعد ما اشتهرتي بغنائك المنفرد بحفلات الفنان زياد الرحباني، وبالمسرحيه انت كريستينا المسيحيه اللي بتأدي كل فروضها الدينيه، بس بالعمق ما بهمها الا شكلها، يعني بتبين سبيريتوال بس هي سطحية. مزبوط. شو اللي استفزك أكتر شيء بهالشخصية؟ أنا ما بتشبهني أبداً. حبيتي تلعبي هالدور اللي منه أنت؟ إيه، أنا دايماً بنقي دور ما بيشبهني، وبالأول بكون ما بحبه، إنه ليه هيك وليه بتعمل هيك وليه بتفكر هيك، وبعد شوي بتعلق فيه. هلا كريستينا كثير بحبها، كثير مهضومه بلاقيها. تعني عاصي، انت ممثله لبنانيه محترفه من 13 سنه، تركت لبنان بعمر ال 20 سنه ودرست التمثيل بامريكا بالامريكان اكاديمي اوف دراماتيك ارتس اللي خرجت اهم الممثلين مثل جريس كالي وداني ديفيتو، وانت اليوم عايشه بفرنسا مطرح ما عم بتشاركي بخمس مسرحيات مهمه، عم بتجول بمناطق فرنسيه، خمس مسرحيات بذات الوقت؟ يس. اوف. اي من نفس الكاتب. نعم. بس وي ار بوكت، يعني مثلا كل مسرحيه له بتلعب بصاله بكل انحاء فرنسا، وبالصيفيه بيلعبوا بباريس. بس هالقد حبيتي انك تركت الخمس مسرحيات وجيتي على انا تركت؟ لانه صراحه اول شيء كان شوقي للبلد، كثير كثير بحب بلدي، وثاني شيء رغبتي انه العب بالعربي، ما بحياتي العب بالعربي، وفور مي اتس تشالنج. اكيد اللعب بالعربي ما بيعطي قيمته لحدا. انه لارا، شو رايك تغني شيء مع مات؟ ايه اكيد. اوكي. انجلز بيترز ايماجن ايماجن تمشي مع الفام تبعكم مع ذات الهيدا. اوكي سي بون. ايماجن ايماجن اول ريليجنز غيريه. طيب
Imagine there's no heaven. No heaven. It's easy if you try. If you try. No hell below us. Above us only sky. Only sky. Imagine all the people sharing all the world. I'm a dreamer, but I'm not the only one. No, you're not the only one. I hope one day you'll join us, and the world must live as one. Beautiful. The great. Great John Lennon, الغنية اللي ما بتموت يعني. Thank you. Vous êtes communiste? Non, non, pas vraiment. Oui, si vous voulez. Socialiste. Socialiste, oui, un peu plus. Humaniste. Humaniste, et Greenpeace, c'est un peu plus ça, oui. Voilà. لكن بدي ادعي الكل ليستمتعوا بقصة عطري الجنة ونصة الزكي معكم مروة وتانيا ولارا على خشبة مسرح منو بين 28 أيار و 18 حزيران المقبل والحجز بمكتبة أنطوان. مروة، لارا وتانيا وانترفيو 3-2-1. أوكي؟ أوكي. كل واحدة عندها سؤال. بدكم تبلشوا كل وحده عندها سؤال وبدكم تبلشوا من الاقل اهميه للاكثر اهميه مشان هيك 3-2-1 بالقلب يعني يعني أوكي. اذا بنقول 3 بيكون يعني مثلا مروه الحريه الجنس الكرامه اوف جنس اهم شيء ما فينا كثير نحكي لانه بنخاف كمان بجنن اذا إنه ما عجبهم الجواب لا 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 بس انت مروه ما بتخافي انت مروه ما بتخافي من شيء نحن طب كفري عن خطاياك فوق يا 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 قولي جنس اهم شيء جنس كرامه حريه حريه اهم شيء الحريه والجنس شو؟ ما فينا نحكي اذا ما في ما بيطلعونا اذا ما في حريه ما في حريه جنسيه ايه ما في برافو لارا كاريزما جمال ذكاء جمال كاريزما ذكاء تانيا غنى ريشيس جمال قوة شخصية غنى غنى على شيء ايه جمال قوة شخصية اهم برافو شيء برافو 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 تانيا الليلة رح نشوف على اللاد كاريكاتيرات ضمن فقرة كاريكاتور اللي خاصة بحديث البلد أي شخص من الببليك في يعمل داونلود لها الابليكيشن من أي سمارت فون وينقي الأشخاص اللي بده إياه هون يحطهم بالإطار اللي بده إياه بعد إنها كاريكاتيرات أبقى شادي عن جد يحطهم بالإطار اللي بده إياه أو يحطون الحوار اللي بده إياه ويألف هو الكاريكاتير الخاص فيه ويبعث لنا إياه على حديث البلد بلد. أول كاريكاتير قدامنا هي أنا بس كان شعري عم يغيروا لي شعري كان شعري بدني بوقتها وباسم باسم كريستو باسم عم بيقول وينه نعيم يا منى أنا عم بقول له بعتقد هاجر مع سلمى حايك هيك إنه مركبين له إياها لأنه سلمى حايك كانت هون وتعرف عليها الكاريكاتير الثاني رامي عياش عم بيقول عزيزي شرطي السير بحب ذكرك انه دفتر الضبوطة اللي حامله مش دفتر تومبولا وما ضروري تخلصه بنهار واحد. دايما الجنرال عون على سيرة جبران باسيل الوزير دايما له حصة عنا بحديث البلد بس هو مش مع جبران باسيل مع ماريو باسيل عم شوف الجنرال
ماريو ساركوزي. ميشيل عون بيقول له ماريو بتعرف ليش البرازيل ما بتزرع تين؟ ماريو باسيل بيقول له ليش؟ بيقول له ميشيل عون لأنها دولة لاتينية. لاتينية. وبعثنا إياها جوزيف هيدي مهضومة. لكن هيدي الفقرة ما تنسوا تبعثوا لنا أحلى الكاريكاتيرات الخاصة فيكم. توني إيمات ميرسي دات بنو سور لو بلاطو دو حديث البلد. شكرا لوجودكم. السبيكتاكل فابولو كلنا ناطرينه ب 10 11 و 12 تموز بالفورم دو بيروت. والتيكتس متوفرين بالفيرجن ميجا ستورز. سبيكتاكل خرج كل العائله. ميوزيكال مش كل يوم بتنوجد بلبنان حتى نعرف اولادنا على هالثقافه. بعت اكثر من 10000 من 10 مليون تيكت حول العالم. حول العالم. حول العالم. اكزاكتلي. وهيدي الميوزيكال يعني المسرحيه تبع نوتردام دو باري اللي راح تكون موجودة بفورم دو بيروت. بالفورم دو بيروت. ميرسي بوكو. ميرسي. وبقدر راح تشوفوا مات مع صوته الحلو كثير. ميرسي كثير. ميرسي لك. حديث البلد مع جاد حبيب وميرنا شاكر. لا ما مصدق الابيض الليله. مساء الخير دكتور. مساء الخير مينا شاكر. اهلا وسهلا فيكم. معقول كلهم انجلز حواليك اليوم؟ يعني الليله ليله شو بيقولوا بالمصري؟ ليلتك بيضة من حديث البلد. دكتور جاد حبيب، انت اخصائي بالطب العائلي واستاذ محاضر بكليه الطب باليو اس جي، وبتحمل دبلوم بالعزف على البيانو من الكونسرفاتوار. ميرنا شاكر، انت مغنيه معروفه بادائك الراقي وتوجهك للعمل الخيري، وانتم معنا الليله لنحكي عن الحفل العاشر لجمعيه هارت بيت بالبيال. صح. دكتور جاد حبيب، بتاكدوا كاطباء انه نسبه شفاء الاطفال المصابين بتشوهات خلقيه بالقلب توصل لحد 100%، يعني نسبه عاليه جدا، بينما في حال عدم توفر العلاج بواجه الطفل خطوره الوفاه. هي هيدي اياها المعضله. انه بيخلق الطفل مع تشوهات بالقلب خلقيه. نعم. نسمع عن ثقب اوقات. عن صح. نعم. بس هول امراض بركي مرض نادر بالطب، انه اذا تعالج تقريبا شفائه 100%، واذا ما تعالج الموت منه بيقرب من 100%. يعني معضله صعبه شوي، يعني ما في حل وسط. يعني ما في كثير حل وسط فيها هيدي. تقعتي نسبه. نعم. واحد من كل 100 ولاده. نعم. تحصل نيسانس فيفانت عنده مشكله بالقلب. هيدا نسبه مش قليله. أكيد. يعني تقريبا عندنا حوالي 600 طفل بالنهار. أكيد. بالسنه. اكيد. إذا ما تعالجوا هال 600 طفل، إيه عنا احتمال وفاة بنسبة كتير قوية. نعم. مش كلهم بيعوزوا عمليات، ولكن مثلا إذا عازوا عملية فيها توصل لحد ال 10,000 دولار أو أكثر. وزارة الصحة العامة بتأمن قسم منها. بس القسم بركي 40%، ولكن ال 60 ما حدا عم بيأمن. في عندك ناس كثير ما عندهم 6,000 دولار. وشغلة كثير مهمة لازم نقول، وهيدي إلها أسبابها، إنه نعم. الأشخاص المصابين هيك بيكونوا كونديسيون سوسيو ايكونوميك، يعني ماديا بيكونوا بعوز او اجتماعيا. نعم. جيزات من بعضهم بمناطق نائيه. ما في متابعه قبل الولاده الى اخره. هيك بيصير. يعني هيك بتصير. هول اطفال وعيال عايزين. ميرنا شاكر، سجلت مؤخرا البومك الجديد بارمينيا مع الاوركسترا الفيلهارمونيه ومع هارت بيت، ورح تغنوا انت وزملائك انطوني توما، منال ملاط، وكريستيان ابو عني وغيرهم مع عازفين هن بالاصل اطباء ومحامين. رح نحكي اكثر بالتفصيل عن هالايفنت او هالايفنتس، لانه هن ثلاثه بالنهايه. بس قبل خلينا نشوف مقتطفات من ايفنت السنه الماضيه. بلاير باسم.
Heartbeat, 10 years treating children with heart disease. Heartbeat celebrates its 10th anniversary in a dream concert, The Best of Heartbeat. The greatest moments of 10 years of concerts, all together in one magical show. More than 50 singers, dancers and musicians live on stage, Saturday 23 and Sunday 24 of May at BL. Tickets on sale at Virgin Megastore. Heartbeat, the best of. يعني من أجواء السنة الماضية بنقدر نعرف قديش الأجواء السنة رح تكون حماسية. عرفنا أنه رح يمتد على 3 ليالي الإيفنت السنة. صح. شو رح يتخللون؟ رح يكون أول شيء 22nd, 23rd, 24th. نعم. يعني بكرة نبلش الكونسرت. صح. 22, 23, صح. 24. صح. جمعة, سبت, أحد. أول ليلة هي الدينر. نعم. والليلتين الباقيين هن الكونسرت. هلا السنه اللي راح يتضمنوا الهارت بيت هو اكيد ذا بيست اوف 10 ييرز. كل شيء مرق بهال 10 ييرز واو راح يكون ذا بيست اوف ات. يعني بيست اوف 10 ييرز اوف هارت بيت. هذا اصلا هيك عنوانه الايفنت. عرفنا انك راح تغني مقطع من فانتوم اوف ذا اوبرا. يس اكشلي راح تكون مثل 3 سونجز هن بس the first two شوي abbreviated. نعم. والثالثة هي يلي بنعرفها كلنا يعني الغنية. نعم. Phantom. Phantom of the Opera. نحن بنعرفها بس حابين نتذكرها هلأ. هلأ صعبة. ليه؟ هي I keep it. إيه فيني أتذكر شي تاني بس هي I keep it for the concert. For the event. Yes. طيب الليلة شو بدك سمعينا بحديث البلد؟ If it takes forever, I will wait for you for a thousand summers. I will wait for you till you're here beside me, till I'm holding you, till I hear you sigh here in my arms. Ooh, I will wait for you for a thousand summers. I will wait for you now. كان هالحفلات بتبلش بعشاء ابتداء من بكره 22 الجمعه 22 والحفلتين الغنائيتين ب 23 و 24 ايار. هدول مواعيد كونسرت جمعيه هارت بيت. البطاقات متوفره بالفيرجن ميجا ستورز وكمان بمكتب الجمعيه بمستشفى اوتيل جو. يعطيكم الف عافيه وعقبال كل سنه ان شاء الله. مع ميغيل وتياريتا جيرمانوس. بونسوار ميغيل وتياريتا، اهلا وسهلا فيكم. هاي تيا. هاي. انتم كثير مهضومين وكثير كثير حلوين وكلهم حبوكم اول ما شافوكم. بدنا زقفه قويه لكم. عمرك 10 سنين وانت بالصف الخامس ابتدائي او جريد 5 بمدرسه سانت جوزيف سكول بقرنه شهوان، وبالاضافه لانك كثير شاطر بالمدرسه كثير بتحب الرقص. بيك بيقول انه معدلك 17 على 20 ومشان هيك حابك تصير دكتور. انت بتحب تعمل دكتور ولا بتحب تعمل شيء ثاني؟ ايه بحب اعمل دكتور وكمان بحب ارقص، يعني بدي اعملهم اثنيناتهم بذات الوقت. صح اكيد. ما في شيء بيمنع. عنا الدكتور هون الليله هو دكتور وبدق بيانو كمان بنفس الوقت وبيعمل عمليات قلب، ففيك تجمع الاثنين اكيد. تياريتا شو هالوردات الحلوين هيدول؟ ميرسي.
كثير حلوين. تيا ريتا جيرمانوس انت اخته لميغيل، عمرك 8 سنين وبالصف الثاني ابتدائي يعني جريد 3 بالمدرسه نفسها، وكمان شاطره كثير. تيا ريتا بتتدربوا على الرقص 3 مرات بالجمعه، هالشيء بخليكم تتلهوا عن الدرس ولا لا؟ بلحق على الدرس وبلحق على الرقص. برافو عليكي حبيبي انت. ميغيل وتيا ريتا رح تقدموا لنا الليله رقصه خاصه فيها بريك دانس وفيها جيمناستيك، ورح تختموها بديو سالسا سوا، اوكي؟ يعني حاسينكم الليله نحن انكم بدانسينج وذ ستارز تحضروه. بقى انتم الستارز الليله والمسرح لكم، تفضلوا. Mia Jaliza. اسم الله اسم الله اسم الله، الله يحميكم. يو ار ريل ستارز، مانكم بحاجة لأي برنامج حتى تبينوا ستارز، لأنه أنتم أوريدي ستارز. بدي أطلب من الموجودين معنا الليلة إنه يصوتوا لكم من ضيوفنا. نحن بنعرف إنه إذا بناخذ 3 علامات فوق 7 بيتأهل الفيديو الخاص بالموهبة حتى يتواجد على ويب سايت الام تي في حد برنامج حديث البلد، والفيديو اللي بياخذ أكبر نسبة مشاهدة هو اللي بيربح معنا بآخر الموسم. قولوا لكل أصحابكم إنه يتفرجوا عليه، وأنا بدعي كل العالم إنه يتفرجوا عليكم لأنه عن جد بتستاهلوا. لكن 10 10 8 ما لقيت بلاقيها. هاي 9 قدام، هاي 9 قدام، هاي 10 كمان. ما فيك 10 على 10 هنا العالم. 19 على 10 19 على 10 يا ويلي ويلي يا ويلي. علمتيك 10 على 10 برافو دكتور. 109 على 10 واو واو واو. 10 على 10 يعني شو هيدا؟ شو يعني
تأهلتوا وبعلامات كثير عالية، هذا أكثر موهبة بتاخذ علامات لحديت هلا. برافو، منهنيكم، منهني أهلاتكم اللي هن عم بدربوكم، منسلم عليكم كثير، منبوسكم كثير، واحضروا حالكم حد حلقة حديث البلد، أوكي؟ حديث البلد مع جوزيف شمالي. اهلا وسهلا فيك استاذ جوزيف بحديث البلد. شو رايك بهالتشارليز انجلز؟ عندنا 5 تشارليز انجلز الليله. انا شفت ملكات كثير وسمعت كثير اصوات حلوه، وانا جاي احكي عن موسيقى. ما حسيت حالك مش قصه هيك، بحب اكد على شغله واحده اكيده، انه احلى اله موسيقى بالعالم هو الصوت البشري. صح، دون صح. اي شك. صح، بيتهوفن هيك 100%. بيتهوفن سرقها من السوشيال. ايوه اخذها مني. لا اقول لك شغله، طول عمري انا بفكر فيها بس ما بفتش تو كوت اني بادي. صح، مفهوم. استاذ جوزيف شمالي، انت رئيس جونيس ميوزيكال دو ليبان، الجمعيه اللي هدفها تسهل تعلم الموسيقى بسن صغير وتحفز الشباب على حبها، وانت معنا الليله لنحكي عن العرض الاوبيرالي توسكا دي بوتشيني اللي راح تقدموه الاحد 24 ايار بكازينو لبنان مع الاوركسترا الفيلهارمونيه اللبنانيه بالتوأمين مع لي كوريجي دورانج، احد اهم مهرجانات الاوبرا بفرنسا. يعني الليله حلقتنا زاهره، وهذا لبنان اللي نحن بنحبه بالايفنتس وبالمهرجانات. جوزيف الشمالي، اليوم لشو رح يروح ريع هالحفل؟ نحن كل السنه بنعمل برامج مجانيه. نعم، مثلا حد الماضي نعم كنا بالكنيسه اليسوعيه عملنا كونسير، نصه كونسير ليريك ونص الثاني موسيقى كلاسيك. نعم. لنقدر نموي حالنا كل السنة ملزومين مرة بالسنة نعمل حفل لحتى نقدر نجمع صح شوية مصاري لنقدر ندفع كل هالمصاريف يلي متوجبة علينا. نعم. شغلة أساسية كمان ضمن هالبرنامج اللي جايبينه، نعم، في رح نعمل أوديسيون لكم شاب وشابة لبنانية يلي أصواتهم حلوة لحتى يتنقوا ينبعثوا بالخارج يعملوا ستاج، وبركي اوبرا سنت الجاية اللي حنعمله حيكون مختلط بين فنانين لبنانيه وفنانين اجانب. بتقولوا كمان انه هدفكم شراء الات موسيقيه للعام الدراسي 2016 وبتعطوها على المدارس اللي بتعلم موسيقى، وكمان تتعرفوا على الاولاد الموهوبين بالموسيقى. عاملين شغله جديده، عم نعمل ديكور فيرتويال، يعني حاطين الأوركستر بآخر المسرح. نعم. حاطين قدامه شاشة. نعم. وعن بس على هالشاشة الديكور. نعم. والمغنيين حيكونوا قدام المسرح. نعم. مع كل الأكسسوار والديكور تبعهم. نعم. لحتى يغنوا ويعملوا هيدي شغلة جديدة بالميز أنسان. يعني بالأوبرا. في إفيه فيزيوال كمان حلو كتير. لا، في إفيه فيزيوال مهم كتير. بروجيكسيونات حلوين وأوبرا من ان تروز اكت كومبلي مثل ما بيقولوا، كامل متكامل. حتى ناخذ فكره اكثر، خلينا نشوف السبوت الاعلاني الخاص بهالحفل. شكرا. بلاير باسم. Les jeunesses musicales du Liban en partenariat avec les Corégies d'Orange présentent Nicolas Cavaillé, Hélène Alvarez, Jean-Pierre Furlan, Jean-Marie Delpas, Francis Dudziak et Antoine Normand dans l'opéra Tosca de Puccini avec l'orchestre philharmonique du Liban dirigé par Luciano Acocella. Rendez-vous le dimanche 24 mai au Casino du Liban. Billets en vente au Virgin Ticket. جوزيف شمالي مشكور، لانه اليوم بالثقافه وبالموسيقى منودع الحروب ومنودع يعني التوتر والانقسامات. بدي ادعي كل اللي بحبوا الموسيقى يحضروا العرض الاوبيرالي توسكا دي بوتشيني مع الاوركستر فيلهارمونيك دو ليبان بكازينو لبنان الاحد 24 ايار، وللحجز البطاقات متوفره بالفيرجن ميجا ستور. شكرا كثير، ورح نستبقيك معنا. شكرا كثير. شكرا، ميرسي. لا لا، عم تقول
بدي اروح على البيت بدي اروح على البيت. كبرت ناتاشا هلا. لا خلص انا قاعده معكم مبسوطه معكم بس انه اللي زمان طولت. شكرا كثير ودائما بنستقبلك ورجعنا ورينا على الشاشه من اول وجديد. ميرسي كثير. أمين غير شكل الزقفة. أمين أنت زميل بالإم تي في ومدرب رياضي تخصصت باللياقة البدنية واللياقة الاجتماعية كمان بجامعة يو سي ال اي بأمريكا ويوميا بتحمس مشاهدي الإم تي في إنهم يمارسوا الرياضة من خلال فقرة جيت فيت الصباحية. صحيح. وأنت معنا الليلة لنحكي عن أون ذا رود 2015 وهو جولة على الدراجة بتقوم فيها شخصيا لجمع تبرعات للأطفال المرضى بالسرطان. ب 11 حزيران رح تنطلق من مبنى الام تي في بالنقاش من هون بجولة حول الحدود اللبنانية بس للأسف باستثناء البقاع الشرقية بالمحلات المضطربة شوي مش حنكون عم سنة الجاية يا رب. اليوم قد إيه عم تاخذ ريسك بأنك تسوق البيسي 700 كيلومتر ولا مدة 3 أيام متواصلين؟ هو التارجت أنا مثل ما عم بتمرن هلأ لأنه أنا مني بايكر بس أنا بتمرن بس بإيفنتس معينين لأعمل هذا الإيفنت اللي هو الأون رود بالإديشن الخامسة تبعيته. معقول يكون عندي نهار نص نهار رابع لأقدر أكمل التارجت لأنه كل المسافة اللي حتكون مقطوعة على البايسيكل. مش ناوي تتجوز؟ هلا على الطريق بشي محافظه اذا لقينا حدا هيك بنت عائله وكذا وهيك عم بتسال عليك على الريسك. ثلاث ايام مشكله. ايه لا بعرف هي هي صعبه. في دكتور دكتور جاوبه لشادي عاطل. انت اليوم عمل تساعد الناس ومثل ما جراندايزر كان يساعد الناس مشان هيك حطينا. انا جونجر بحب جونجر. انت بتحب جونجر؟ شخصيتك منتجه منتجه علي بطل أمين السنة خصصت رايح النشاط لجمعية كيدز فيرست. صحيح. كيف بتتم عملية التبرع؟ عملية التبرع رح تصير بالأرامل اللي حنشوفهم على الشاشة. أكيد دكتور بيتر نون أنا بوجه له كثير تحية لأنه كمان كثير كنت حابب أنا أكون هالسنة مع كيدز فيرست. وي كان سرفايف. كثير هيدا المحل بده مصاري كثير لينعمل دراسات أكثر ليتساعدوا أولاد أكثر. أنا بفتخر أقول إنه من خلال التبرعات يلي انجمعوا كثير من الأطفال وصلن بشكل أو بآخر وصلن علاج استفادوا من هالمصريات. وانا هلا انا بعرف انه بينشروا الكيلومترات اللي انت بتمشيهم. صحيح. هو نحن بناخذ الكيلومترز بنبيع الكيلومترز عبر سبونسرز عبر دونيشنز عبر كل هالامور. اليوم مثل بينشروا الكيلومترز وانا بعدين برجع بسوقهم لهالكيلومترز وبكون معي علم لبناني وبعدني محتفظ فيه من اول ما بلشنا اون رود. هو ذاته وبناخذ امضاءات من كل المحافظات من كل الاقضيه بنحكي مع كل العالم. هو شريط ذكريات صار هالعالم. امين بتقول انه الام تي في لها فضل كبير بهالايفنت. اكيد هي رح تواكبكم. الام تي في لها فضل كبير لالي انا يعني انا كابن الام تي في لانه هي يعني ما في الرياضي دائما بده جوانح كرمال يقدروا. انا زلمه كثير ثانك يو. انا بهالكارير بهالدومين عندي طموح كثير كبير. اكيد ما كان في اعمل شيء لو ما كان في هالاكسبوجر الحلو بالطريقه يلي بتفرجي شخصيته للانسان. صح. بيرجع اكيد كمان الام تي في من اول مره حكينا بموضوع الاون ذا رود كانوا هن كثير سباقين وكثير مهتمين بهذا الموضوع بالذات ودائما تغطى عبر الام تي في. أمين رح أختم هالمقابلة مثل ما ختمت الإيميل اللي بعت لنا إياه. Cancer can take away all of our physical abilities. It cannot touch our minds. It cannot touch our hearts. It cannot touch our souls. جيم فالفانو اللي قلت لنا إنه صحيح توفى بالكانسر بعد أسبوعين. صحيح جيم فالفانو توفى بعد السبيتش اللي عمله بعد جمعتين تقريبا كان عم بيستلم جائزة آرثر آش.
اي ثينك وبعدها صحيح. يعني نحن بدنا نقول لك امين انت عمر طويل, يو هاف ا بيج هارت اند ا بيج سول, جود لك, وعنا انترفيو سريع لك. يلا اوكي امين ديب وانترفيو تحقيق بوليسي. الله يستر. عن جد الله يستر, هيدا الانترفيو كثير جد. خبى ورا ريشه. ما فيك تتخبى اذا بتروح حتى على الطاوله. حتى على الطاوله. اسمك امين ديب. ثلاثي امين منصور ديب. اسم الوالد اللي بفتخر فيه وبحبه كثير بوجه له تحيه. هلا بالمغفر ما بوجهه تحيات عيني. اوكي. عمره 39 من يومين صرت. مع انه انا بوجه له تحيه. اوكي. بس هيدا برا بس. هابي بيرثداي. ثانك يو. 39 شكرا. مش ما في هابي بيرثداي, عم نعمل تحقيق حبيبتي. وين ساكن؟ جميزه. وين كنت امبارح الساعة 6؟ بالجيم عندي. مع مين تعشيت اول امبارح؟ مع اهلي. بتدخن؟ ابدا. شهدت من اسبوع بسياره بفئه رجل متنكر بزي امراه, مين؟ مش صحيح. مش صحيح؟ ابدا. بلا شفت. لا ابدا. الكاميرات لقطتها. مش صحيح, الكاميرات بتكذب اوقات. مين هيدا الشخص؟ مش صحيح. عم بقلك. ما بدك تخبي؟ لا لو كنت بقول لك يعني. اذا جاي قول ما تستحي. لا شو خص؟ فيك تكون جاي هابي ما خص يعني, جاي يعني كلمه جاي بالانجليزي هابي نحن هيك. بس لا اعترف بالعمله السوداء اللي عملها هلا. العمله السوداء لا بركي عندي هلا افكار سوداء بس مش عمله سوداء. مش عامل عمله سوداء. افكار شو يعني؟ سوداء هيك ما في, بحتفظ فيها لحالي يعني. هون ما فيك تحتفظ شيء لحالها. شباب خذوه يلا. سوري امين. هيدا انترفيو تحقيق بوليسي لازم يكون يعني ثقيله مثل بالمحققين. لا بس بينت عامل شيء, انا حسيت اسال يا عمي ما كون عامل شيء. الساعة 6 وين كنت عم اتعشى؟ لا مزبوط كل قلت. لا الساعة 6 وين كنت؟ لانه الساعة 6 مش وقت العشاء, لخبطني كثير بهيدا الانترفيو. هيدا باسم كريستو. صحيح لانه اول امبارح العشاء كان مع اهلي لانه كان عيد ميلادي مشان هيك. عمر طويل عقبال ال 100 سنة. ايش عمرك بالاتشيفمنتس امين بكون اكثر بكثير من 39. ثانك يو هذا كومبلمنت. عن جد وهيك بتكون حلقتنا لليلة من حديث البلد انتهت, وضيوفنا لليلة كانوا مصطفى علوش, ريما فقيه, نانا فيصل, حسواني ومات لوهان, ذا ثري انجلز, مروى خليل, لارا رين, وقاني عاصي, جاد حبيب, وميرنا شاكر, ذا تالنتد ميغيل اند سياريتا جيرمانوس, جوزيف شمالي, او حول الحدود اللبنانيه كلها امين ديب, صديقنا اللي كنا مشتاقين له واستمتعنا كثير بوجوده الليله شادي مارون. بدي ارجع اتشكر تلاميذ اليو اس ال اللي اجوا لعنا